كما لا يعقل أيضاً أن يعتمد الباحثون والطلبة في دراساتهم على قواعد بيانات التابعة للمنظمات والهيئات الدولية، ليس هؤلاء فقط، ولكن حتى بعض مؤسسات الدولة الرسمية تعتمد أحياناً على مصادر معلومات مجهولة المصدر والمرجعيات المنهجية. ومن هذا المنطلق فقد وضع السيد رئيس الجمهورية إصلاح هذه المنظومة الإحصائية ضمن أحد أهم الالتزامات في برنامجه، حيث أمر الحكومة بإنشاء شبكة وطنية لجمع المعلومات الإحصائية من المستوى المحلي إلى المستوى الوطني المركزي لتعزيز موثوقية الإحصائيات والمؤشرات الاجتماعية والاقتصادية من أجل إعطاء المزيد من النجاعة والفعالية لأعمال السلطات العمومية والإصلاحات التي يتعين علينا جميعاً القيام بها.